الحقيقة إنه طول الوقت بلدنا فيها أماكن جميلة، طول الوقت بنبقى مستمتعين لما بنعرف مزارات جديدة نقدر إن إحنا نروحها ونتفرج عليها وعلى جمالها. والحقيقة إن شبابنا طول الوقت عندهم أفكار حلوة، طول الوقت يعني بيستخدموا السوشيال ميديا بشكل صح جدا جدا، ويبدأوا إن هم يعرفونا على أماكن سياحية وأنواع جديدة كمان من السياحة في مصر يمكن نكون ما اكتشفناهاش قبل كده. والحقيقة انه يعني مصر مش بس الاهرامات وابو الهول، طبعا هي اماكن جميلة، ولكن في يعني بلدنا مليانة اماكن ومحافظات مصر المختلفة فيها تراث الحقيقة لو قعدنا يعني حلقات طويلة نتكلم عنه اكيد مش هيخلص، وهنلاقي ان احنا طول الوقت عايزين نكتشف اماكن جديدة وجميلة. والحوار الوطني هو فرصة مهمة جدا جدا وكبيرة جدا، لأنه يعني نشوف فيه وفي جلساته خريطة سياحية مختلفة لمصر. والحقيقة أن الحوار الوطني يعني تطرق وبيتطرق باستمرار لمناقشة السياحة في مصر وإزاي يعني تكون جاذبة بشكل أكبر. وشبابنا بالإضافة طبعا لدور الدولة ودور وزارة السياحة ودور القطاع الخاص، شباب مصر طول الوقت عندهم أفكار ومبادرات للترويج للسياحة في مصر والأماكنها الجميلة. وإحنا مبسوطين النهاردة إن إحنا معانا نماذج منهم عشان نتعرف منهم أكتر على أماكن جديدة ومزارات سياحية جديدة يحكوا لنا أكتر عنها وعن تفاصيلها. خلونا نرحب بضيوفنا في الاستوديو اللي منورنا طبعا، المدون المصري معتز محمد، ومعتز يعني صاحب جروب شهير الحقيقة للسفر يمكن أغلبنا هيكون بيتابعه. منورنا يا معتز. ما يخليك، بنورك. أهلا بيك. وكمان منورنا عمرو العجيزي صانع محتوى لتشجيع السياحة في مصر. أهلا بيك يا عمرو. أهلا وسهلا محمد. أهلا بيك. وكمان نهال يحيى، نهال صاحبة مبادرة اكتشف جمال مصر، ويعني عندها حاجات لطيفة جدا جدا بتعملها أكيد هنتعرف عليها من خلال وجودها معنا. منورانا يا نهال. أهلا بيك. أهلا بيكم جميعا. جميل ان احنا يعني يبقى عندنا ناس بتتكلم عن السياحة الداخلية، لان كل الناس ما بتقولي سفر بيعتقد انه اوتوماتيك انك قصدك بره. بالظبط. فخلينا نبتدي معاك يا معتز، لو ممكن تقول لنا للي ما يعرفش المحتوى اللي انت بتقدمه، الفكره واهتمامك بان انت تتعرف بمصر ومش بس الحاجات التقليديه اللي احنا عارفينها، شرم الشيخ والجونه والغردقه والساحل، لا انت بتتكلم عن مدن مختلفه ومحافظات مختلفه ممكن يكون العين والودن مش واخده عليها او مش الفاها قوي انها ممكن تبقى مزار مثلا. كان ايه سبب اهتمامك ده؟ هي سبب اهتمام طبعا بالنقطه دي، اللي انا دايما مقتنع ان مصر فيها اماكن كتيره حلوه، مش بس متاحف ومعابد واثار، لا في حاجات كتيره جدا موجوده في مصر بس محتاجه تسليط الضوء عليها. كانت البدايه بتاعتي في بالنسبه للنقطه دي كانت بدات ببورسعيد، كانت عندي تركيز عليها كبير جدا، خصوصا بعد احداث الكوره. بورسعيد قعدت فتره طبعا مده طويله جدا من غير سياحه، فكانت الناس هي مشكلتها عموما في مصر ان هم محتاجين ان هم يطلعوا مكان بس بيبقى مثلا معاهم بلان، يعني مثلا هركب من القاهره لبورسعيد ايه؟ بيتحرك الساعه كام؟ تكلفتها كام؟ هروح بورسعيد مثلا هفطر فين؟ بعد كده هبدا اتحرك ازاي؟ تمام؟ فدي هي المشكله اللي هي بتواجه عموما اغلب المصريين، ان في مدن ما يعرفوش الحياه اللي فيها ولا يعرفوا يروحوا فيها فين. فبدات النقطه دي ببورسعيد، وبعد كده اتحركت على الاسماعيليه برضه عملت نفس النقطه. خدت مدن القناه يعني. اخدت مدن القناه كلها، يعني يعتبر انا يعني مغطي حوالي 90% من مصر الاماكن اللي انا زرتها. اخر حاجه انا زرتها الفتره الاخيره كان من حوالي شهر كانت بنها. انت متفرغ للموضوع ده؟ لا ده بجانب شغل، يعني مثلا عندي يومين اجازه جمعه وسبت اطلع مثلا في يوم مكان جديد اروح اغطيه وخلاص. ده الفكر اللي انا ماشي بيه. هو انت بتغطي اماكن مختلفه يا معتز، يعني انا لما شفت مثلا تغطيتك لبنها لقيتك متكلم عن محل قديم جدا جدا مثلا للعسل، صح كده؟ بالظبط. يعني مش مجرد محلية. بتقول اماكن، ده انت بتقول على اشخاص وتراث ومحلات بقى لها فترات زمنيه طويله. بالظبط، يعني هو الفكره كلها ان انا لما طلعت بنها طبعا عشان اقدر انجح في حاجه زي كده اقول معلومه صح بيكون معايا حد من اهل البلد نفسهم، فهو اللي بيوديني الاماكن ويكلمني عنها تاريخيا، بجانب ان انا طبعا بخش برضه اتاكد من المعلومات نفسها من على جوجل. فمثلا بنها فعلا فيها اماكن تاريخيه، يعني انت عندك فعلا محل العسل ده بقى له مثلا حوالي 96 سنه. عندك اقدم صيدليه موجوده او اول صيدليه مسكها مصري في مصر، صيدليه النايب اللي هي موجوده برضه في بنها. وعندك برضه كل ده بحثك انت بتروح بدور وبس انا الحاجات دي كلها والاماكن دي عباره عن ايه. وعندك مثلا في قرى معروفه برضه تبع البنها زي مثلا العبادله،
قريه العبادله دي مثلا معروفه ان هي اغلب محلات الكشري اهل القريه دي شغالين فيها، بالرغم ان القريه دي ما فيهاش ولا محل كشري. بس على اغلب مستوى الجمهوريه لازم هتلاقي حد من اللي شغالين في الكشري، لازم هتلاقيهم من القريه دي. عندهم سر الصنعه يعني. بالظبط، هم معروفين ان هم امهر ناس شغالين. في العمارنه بتصدر المشمش، احسن مشمش موجود عندك. عندك قريه بتعمل اللي هو السجاد اليدوي، كانت بتصدره لبره. عندك قريه بتعمل الجريد اللي هو الاقفاص نفسها. فانت عندك كنوز بس ما حدش يعرف هي عباره عن ايه، ولا موجوده فين، ولا ازاي الناس تقدر انها تزورها. وفي نفس الوقت انت بتعملي تشجيع ان الناس مثلا تروح عليهم وتشتري منهم. فانت بتعملي برضو ميكس او رواج ما بين اللي هي الحياه البسيطه دي، ان احنا اغلبنا كمصريين دلوقتي بندور على الحياه اليدويه البسيطه اللي هي بعيد عن التكنولوجيا والكلام ده كله، فبالتالي بندور عليها هي موجوده فين. فانا بدات اركز على النقطه دي، اللي هو اشوف الاماكن دي موجوده ازاي، الناس بتروح لها ازاي. الاسعار برضو لو حبيت تشتري منها بتبقى اسعار بسيطه جدا، وخصوصا لو بتجهزي مثلا بيت. في حاجات كتيره جدا منتشره في بنها، يعني فعلا هي تعتبر كنز بس مش عليها الضوء. فده اللي انا حاولت ان انا اركز عليه الفتره الاخيره. طب عمرو عندك منافسه يعني. جدا. مش بس معتز، في ناس بقت يعني مهتمه بموضوع المحتوى السياحي. انت اشتغلت وركزت على ايه عشان تتميز في منطقتك على صفحتك؟ هو اكتر من حاجه، اكتر حاجه مميزه انا شخصيا بتعجبني هي الاماكن الحدوديه، يعني حاجات زي مثلا في ناس كتير حاجات مثلا زي سيوه، وان امازيغ مصر، وانت تختلط مع الناس، مش مجرد تروح بس زياره وخلاص، انت تعرف لغتهم وتشوف عاداتهم وتقاليدهم، تقعد في الاماكن البيئيه والاماكن اللي مش اوتيلات بقى الخمس نجوم، النوع ده مش ناس كتير متعوده عليه. صح. فده يعني بحب اعرف الناس بيه، حتى انا شخصيا والناس اللي عارفهم على دايره اصحابي، حتى والناس اللي لما بسافر بره ساعات بجيب ناس هنا يجوا معايا يتفسحوا هنا، يتفرجوا على الاماكن المميزه في مصر، الاماكن المختلفه. فين الصوره دي مثلا؟ احنا شايفينها دي فين؟ دي في سيوه، في واحد سيوه. فان انت تقعد مع الناس وتسمع اللغه، يعني ناس كتير في مصر ما تعرفش مثلا في لغه خاصه بامازيغ مصر هم بيتكلموها مع بعض. جزء تاني زي في النوبه، وبرده ان في الثقافه بتاعت اهل النوبه وليهم لغه خاصه بيهم، والثقافه تقعد في بيوت بالظبط، وتقعد في الجست هاوس دي لوحدها تجربه مختلفه. بالظبط بالظبط، ودي اللي بحاول حتى اركز عليه، ان مش كل حاجه الناس تقعد في الاماكن المعروفه، الفنادق، في الحاجات الوجهات دي بس. دي تجربه بالظبط، دي تجربه ودي تجربه تانية خالص. وفي ناس كمان بتيجي تحب تيجي حتى في القاهره، يعربوا يحبوا يروحوا الاماكن اللي هي بيقولوا الكنوز المختفيه كده. أيوة. اللي هي مش الاماكن المعروفه. أيوة. الناس كلها عارفاها. طب قول لنا كنز دلوقتي يا عمرو من الكنوز المختفيه. والله هو اهم كنز ان انت اي مكان تروحه تحكي قصته، يعني المكان بيكون ليه طعم مميز بان انت تشوفه كده بس، وان انت تعرف قصته وقصه الحاجه عن المكان ده حصلت، دي لوحدها بتوصل الموضوع لمعنى تاني خالص. طب بصراحه الناس اللي يعني انت اتكلمت على المحافظات الحدوديه دي، ناس رايقه وليها مجتمعها، ولحد ما او احنا بنعتقد كده انه هو مقفول شويه على نفسهم، حتى لان يكون عندهم اللغه الخاصه بيهم او ثقافتهم اللي بتميزهم. هل بيرحبوا بان يجي حد من مكان بعيد علشان يدخل مجتمعهم؟ يعني هم مرحبين بده؟ انت بتدينا مثلا شويه نصايح نتعامل ازاي، حدودنا ايه في الكلام، او طبعا في طبعا يعني طبعا في الاختلاط بيهم، بحيث ان احنا ما نضايقهمش بس نتعرف عليهم. اكيد طبعا، لان اكيد الناس دي فعلا بيكون هم بيور كده، يعني ناس بيتعاملوا بطبيعتهم بالظبط. يعني حتى انت وجودك معاهم بتبقى يعني مبسوط جدا. يعني فعلا من اجمل الناس في مصر اهل النوبه. اهل النوبه دول لوحدهم تقعد تتكلم معاهم تحس بصفاء جدا، ويعني الموضوع بيبقى جميل جدا. فطبعا بين اي حد بنروح مثلا واحنا معاه، او حتى في الفيديوهات بنعرف ان في طبعا كل المكان دوت، وده مثلا انت قاعد في الجست هاوس في بيوت الاستضافه دي. ده ناس بتستضيفك، انت مش رايح في فندق، مش بتتعامل. بان انت قاعد في فندق ولو سمحتي هات لي كذا وانا مش عاجبني البتاع، لا انت قاعد في بيته، انت قاعد في بيته وهو بيضيفك وبياكلك من اكله. صحيح. الشخصي وحاجه زي كده. فدي لوحدها لازم بنعرفها للناس طبعا. مشهد الروعه. هنا دي في اسوان.
الله اسوان هو جبل مش زي النيل اسوان والله. أيوة. والله حاجه خرافه. جبل الهوا من الاماكن اسمه ايه؟ جبل الهوا. جبل الهوا بنطلع نعمل كده هايكنج عشان نطلع نشوف بقى منظر اجمل منظر تقدر تشوفه لاسوان بعد ده زي سان كاترين كده لازم تطلع في الفجر برضه. لا لا ده حاجه عادي. بسيطه خالص ده ممكن 20 دقيقه بس انا ما قدرتش يعني اطلعه الحقيقه فانا مش حاولتي بالنسبه لي المره الجايه نطلع نطلع مع بعض يا عم ماشي. خلونا بقى نروح لنهال. نهال يعني مبادرتك اكتشف جمال مصر كلميني عنها، يعني امتى بداتي تهتمي انك عايزه تكتشفي وتخلينا نكتشف معاكي احنا كمان الاماكن المختلفه في مصر؟ في 2018 كنت مسافرة أكتر من مكان، وكنت لما بروح المدن دي كنت بقول لأهل المدن أنا عايزة أماكن مش اللي الناس بيجوا بالظبط، أنا عايزة أماكن بتاع أهل البلد. يعني لما رحت مطروح قلت لهم أنا مش عايزة الشواطئ اللي كل المصيفين بيجوها، أنا عايزة أروح شواطئ أنت كراجل من مطروح لما بتاخد أهل بيتك بتوديه الشاطئ ده. ودوني وقتها شواطئ انا انبهرت بجد من حلاوتها ونظافتها، وطبعا هي ما فيهاش خدمات لان هي مش للمصيفين، ولكن احنا كنا بناخد مفارش وخيم وننصب على الشط ونقعد. الشط كان حلو قوي من كتر ما هو طبعا مش حد بيروحه خالص، ما فيش اي اقبال عليه، فالميه نظيفه خالص مش ملوثه بقى، هو مش معروف مفيش. هو اهل البلد اللي كانوا بيروحوا بالظبط. فمن هنا جت الفكره انه طب ما انا ممكن اعمل حاجات زي دي اعرف الناس انه في اماكن شط ايه غير شط ايه اللي احنا معانا في الصوره يعني هي ده ده في مطروح برضو، ده في باجوش، ده قبل مرسى مطروح ب 50 كيلو يعني بعد راس الحكمه على طول بين مطروح وراس الحكمه. ده احلى لون ميه ده فظيع ده انا انبسطت قوي وانا رايحاه. ده يعني واحنا رايحين في الطريق بنعدي عليه، طبعا هو شاطئ ما فيهوش اي خدمات تماما، ولكن البحر كله بيبقى بتاعك لوحدك، تبقي قاعده على الشط كله، خصوصيه رهيبه. بالنسبه للستات اللي مش بتحب تنزل مثلا في الاماكن الزحمه يبقى مناسب ليها جدا. كنت بقى بحب اوثق الحاجات دي اللي هو في اماكن احنا ممكن نبعد عن الزحمه، في ناس كتير بقت بتضطر انها تسافر بره مصر عشان موضوع الزحمه والكلام ده، لا في اماكن في مصر اصلا لسه احنا ما نعرفهاش لو رحناها بالظبط. لو رحناها، ودي كانت الفكره من المبادره ان انا بصور حاجات مش معروفه قوي بس انت مش بتصوري عادي كمان، انت بتصوري بملابس يعني اللي احنا عرفناه من البحث، بتصوري دايما بملابس وبتعملي صورك بشكل غير بقيه المدونين بالظبط. هي دي جات لك الفكره ان هي دي التميز بتاعك مثلا؟ انا اول ما بدات شغل في السياحه انا شفت ان مصر فيها تراث كتير قوي، التعدد في الثقافات وفي اللبس وفي الاكل وحتى طريقه الكلام مختلفه من محافظه للتانيه، عندنا لكنات كتير قوي في مصر، فكنت عايزه اوثق ده على شكل صور او فيديوز. بقيت اشوف ايه الحاجات اللي اللبس فيها كان تراث في المكان ده حتى لو ما بيتلبس لحد دلوقتي. زي لبس الفلاحي مثلا كتير ما عادوش بيلبسوه بقى في معظم الارياف دلوقتي، بقى بيلبسوا لبس عادي. ولكن انا لما رحت لبست المنديله بقويا رحت على الارياف ولبست، رحت الصعيد لبست عبايه صعيدي ورسمت على وشي الخطوط اللي بيرسموها، لبست الزي الامازيغي، لبست حتى الفرعوني، ما عادش حد يلبس فرعوني. ده الفلاحي ده الفرعوني فين؟ أيوة. هنا في الفرعوني ده انت لابساه فين؟ ده في أسوان، معبد فيلة في أسوان. ده أنا كنت عايزة يعني أوصل فكرة إنه إحنا في مصر عندنا ثقافات كتير ولبس كتير وتراث كتير. ده جزء كبير جدا من الثقافة على فكرة. اللبس طبعاً. 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 يعني اللبس والأكل كمان. أيوة. يعني أيوة ده أساسي. أو أخبار الأكل إيه في مبادرتك طيب؟ عايزة أقول لك إن دي أكتر حاجة أنا حبيتها في شغلي. أهم حاجة. مش كده؟ أنا كنت فعلاً بروح بقول أنا عايزة آكل الأكل اللي أنتوا بتاكلوه، ودي اكتشفتها لما سافرت كل مصر، لأن في محافظات كتير قوي فيها أكل احنا ما بنطبخوش خالص في القاهره. يعني في سيوه مثلا في ابو مردم، ده احنا مش بنعمله في القاهره. ايه ابو مردم؟ النوبه مثلا بيعملوا طاجن ملوخيه بالبيض، دي كانت اكله غريبه جدا. حلو. هو غريب يعني احنا مش متعودين عليه، مش تقليدي بس هو مشهورين قوي بالطواجن وليهم بهارات كده بيحطوها على الاكل بتخليه حلو قوي. في سيوه في اكلات كتير، في مطروح برضو متميزين. الشاي انا كنت حتى لسه منزله بوست قريب ان انا ما كنتش بحب الشاي ابدا لحد 2018، وكنت بستغرب الناس بتشرب الشاي، يعني بحس ان الشاي ده مشروب طعمه مش حلو. ازاي بتقولي كده؟ لحد ما سافرت مطروح في 2018 عملوا لي شاي من بتاعهم بقى. من بعدها انا يوميا بقيت بشرب شاي، حبيته جدا.
طب معتز، نروح لك وتقول لنا ايه اكتر يعني مدينه رحتها وكانت ملفته جدا بالنسبه لك من احلى الفيديوهات اللي انت عملتها مثلا؟ بالنسبه لي هقول لك مثلا ممكن بورسعيد. يعني بورسعيد بالنسبه لي، مع ان الناس بتروح بورسعيد طول يعني كتير جدا، بس عاوز اقول لك هي فيها ميكس، وخصوصا لو تعرفي ان انت توصلي في الوقت اللي هو بتاع طيور المهاجره بتاعت النورس. طب امتى بقى قول لنا؟ فات الوقت ولا لسه؟ هو دلوقتي قليل، هو المفروض بيبقى الوقت بتاعهم شويه شتوي. فانت عندك الفتره دي بيبقى عندك طيور النورس وعندك اللي هو طيور الفلامينجو. لا فعلا، فدي بتبقى بالنسبه لنا طبعا احلى وقت. دول بقى عند المعديه بور فؤاد اللي هي بالظبط ناحيه المعديه، بس الفلامينجو بيبقى ناحيه الملاحه اكتر. بيبقى دول في وقت ايه الفلامينجو ده؟ ده من شهرين، احنا دلوقتي شهر 4، يعني ممكن نقول مثلا شهر 1 شهر 2 يعني لسه هيجي في الوقت ده. بتبقى ده الوقت اللي هو الهجره بتاعتهم. فانت لما بتروحي في الوقت ده مع الجو وبتتصوري من ناحيه المعديه وراكي طيور النورس واللي هو المسجد اللي وراكي، تخدتي لقطه رهيبه عالميه. بالظبط. بجانب هناك مثلا في جبال الملح، جبال الملح دي حاجه وهميه طبعا، يعني احلى فوتو سيشن بيتعمل هناك اللي هي الناس بتعملها كانك في التلج. صح. فبرضه الفوتو سيشن بتاعها بيبقى حلو. عندك اللي هي المنطقه بتاعت بور فؤاد اللي هي الفيلل بتاعت هيئه قناه السويس، هي على شكل طبعاً. يعني اللي هو على شكل اللي هو الفرنسي ده بيبقى برضه منظر حلو جدا. عندك سوق السمك ده برضو اللي هو سوق السمك الجديد ده برضو من الحياه الحلوه. عندهم مشروع برضو حقيقة برضو. عندهم برضو اكلات محدش يعرف عنها خالص اللي هو زي التمريه والسمنيه. ده يعتبر من الاكلات التراثيه الموجوده عندهم. التمريه والايه الثانيه؟ السمنيه. والزلابيه. الزلابيه بتاعتهم مختلفه عن بتاعت اللي يعني بناكلها في اسكندريه دي. الزلابيه بتاعتهم على شكل مثلا شويه دونتس، والطعم بتاعها قريب من الدونتس. السمنيه بيبقى عباره مثلا عن حاجة قريبة شوية من المهلبية بس بتبقى ماسكة شوية نفسها. دي بيشوحوها في السمنة. التمرية بيبقى زيها بس بيلفوا عليها حاجة كده زي الجلاش ويقلوها. بيلفوا عليها جلاش وإيه؟ حاجة زي الجلاش كده ويقلوها. فدي مثلا برضو من الحياة المعروفة عندهم. مثلا حاجة تانية مرة جولة معاك بقى تخلينا نجرب الحاجات دي عشان كده مش هينفع بصراحة يا شيخ. أيوه. عشان كده بقول لك في حاجات كتيرة هناك جدا بحب إن أنا أركز عليها وحاجات مش منتشرة جدا بالنسبة لمصر. طب عمرو، في حاجه دايما بتتقال ان احنا محتاجين نثقف نفسنا ازاي نتعامل مع السائح، دايما بنتكلم على السائح الاجنبي. طبعا. برضو قول لنا من واقع خبرتك في صفحتك، انت شايف ان احنا محتاجين نعمل ايه عشان نشتغل على نفسنا، بس مش بس الاجنبي، المصري. ان في كتير من المصريين بيشتكوا مثلا ان احنا لما بنروح اماكن سياحيه بنتعامل معامله مش احلى حاجه في الدنيا. أيه. وبيبقى في مآخذ. انا عارفه ان في ناس ساعات بتتصرف تصرفات مش احسن حاجه، بس في النهايه دي بلدنا، واحنا اللي في اوقات الازمات اللي كنا بنملى الفنادق ونشغلها وندور عجله السياحه. هو بالنسبه لي انا عن نفسي عامل جولات سياحيه مجانيه في القاهره للناس اللي بيجوا اجانب جايين هنا في مصر. معظمهم من جاليات عربيه وحاجات زي كده، عشان بحاول احسسهم ان مش كل حاجه احنا مش عاوز منك فلوس، عشان برضو في ناس بتبقى على طول او اكتر حاجه السائح بيخاف منها ان هو ما يحس ان في حد بيحاول يتحايل عليه، حد بالظبط. حتى لو ممكن يساله، حتى لو في كلمه يقول له كل سنه وانت طيب لوحدها او حاجه زي كده. فما يطمن لما حد يبقى معاه ويحس ان هو مش عاوز فلوس، انا عاوز افسحك. انا فعلا بنبسط ان انا اشوف حد في عينه ان هو مبسوط ان هو اكتشف مكان، ان هو حس بالسعاده، ان هو اطمن، ان هو حاسس ان هو يقدر يتفرج على البلد بدون ما يحس باي خوف، وان هو يجرب حاجات. دي لوحدها ان انت تقعد مع ناس بتجرب حاجات جديده وانت توري لهم الاماكن دي لوحدها يعني متعه جميله. ويا ريت ناس كتير في دول كتير على فكره في حاجه اسمها جولات مجانيه تبقى موجوده في الصديق السائح دي كمان. انا عارف الكارنيه بيطلع فدي بتخلي الناس كلها في اي دوله تنزل وبقى في مثلا موقع او حاجه زي كده وتقدر تدخل تكتب عليه تشوف الجولات المجانيه ميعادها امتى. وناس بتقدر في الاخر، بس هي بره بقى ليها نظام تاني، يعني بره بيبقى في الاخر انت لو انت عاوز تدفع يعني تبس مقابل المعلومات اللي انت خدتها اوكي، مش عايز بيبقى عادي جدا. فدي بتبقى حاجه، بس احنا مبسوطين ان انت بتعملها مجانيه يا عمرو والله. يعني ايوه يعني عشان تشجعنا كلنا ان احنا نكتشف الاماكن الجميله دي. ربنا يخليك. اكيد اكيد. يعني طبعا انتوا نورتونا، نشكركم جدا على وجودكم معانا. نهال نورتينا، ميرسي، ربنا يكرمك. تروحي اماكن اكتر بقى وتجربي يعني كل لبس مختلف واكل مختلف. كل اهم حاجه. وطبعا معتز، نورتنا جدا يا معتز. بدورك، شكرا ليكي. نورتنا يا عمرو، ربنا يخليك. شكرا جدا.